من المتعارف عليه أن القانون خلق لحتى يحمي حقوق الشعوب والمرأة عموماً، أكيد في إلها خصوصية بالدول اللي بتحترم القانون، وقانوننا السوري شامل وغني وبيطالب بحقوق كل الشرائح بالمجتمع من الكبير للصغير. ونحن اليوم بال2019 صحيح شهد القانون السوري من زمان، من لما المشرع السوري وضع البنود والفقرات شهد كتير نهضة بما ينصف المرأة. صحيح. المرأة السورية. بضمن فقرتنا القانونية رح نحكي عن حقوق المرأة السورية بالتعليم والعمل والزواج ومجموعة من التفاصيل الثانية مع الأستاذ المحامي جهاد الزغت. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك معنا. يعني موضوع كتير كبير أكيد. عم نحاول يمكن نطرحه لحتى هيك ناخذ شوية معلومات عن هذا الموضوع. مثل ما قال ورد، أكيد القانون بمراحل معينة تعدلت كثير مواد بالقانون اللي هي يمكن ضمنت حقوق المرأة، ويمكن في بعض المواد لليوم في مطالبات حتى لتعديل هي المواد. رح نحكي اليوم شوي بشكل عام عن القانون السوري وقديش هو ضامن حقوق المرأة. تمام. هلا بما انه بلشنا بالموضوع صباحي حقوق المرأة، تفضلت استاذ ورد عن موضوع انه المشرع السوري نهض بالآونة الأخيرة بعض القوانين اللي انصفت المرأة السورية، ان كانت التعديلات اللي وردت بقانون الأحوال الشخصية او حتى اللي صدر مؤخرا بقانون العمل بمنح إجازات الأمومة. أنا قبل ما أفوت بحقوق المرأة بدي بس نوه للمشاهدين، المرأة السورية بشكل عام خصوصا نحن ضمن الأزمة اللي عم نمر فيها، المرأة السورية هي كل فتاة أو سيدة مواطني الجمهورية العربية السورية تتمتع بكافة الحقوق التي تضمن لها المشاركة جنبا إلى جنب مع الرجل من أجل بناء هذه الدولة. من تاريخ تأسيس الجمهورية السورية، من تاريخ تأسيس الجيش السوري وصولا إلى اللحظة اللي احنا قاعدين فيها هلأ، كانت الامرأة السورية وما زالت تساند الرجل بكافة المستويات، إن كانت بالتعليم بالفرد الذي ينهض بشكل عام للأسرة ومن ثم إلى المجتمع ومن ثم إلى بناء الدولة. هذا الشيء موجود من تقريبا 50 سنة. الآن حقوق المرأة السورية، منلاحظ دستور السوري اللي صدر بال 2012 ب 15 شباط ضمن حقوق المرأة السورية، قال بالمادة 23 من هذا الدستور كفل للمرأة السورية كافة الحقوق. قال أنه المرأة بتقدر تمارس، وفر لها الفرص بالمساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعمل على إزالة ومنع القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع. إذا منلاحظ أكاديمية يعني قانونيا أكثر أو يعني قانونيا بحت، الدستور السوري كان واضح بطريقة غير مباشرة مشاركتها في بناء المجتمع. مشاركتها مع من؟ مشاركتها مع الرجل. فمنلاحظ أنه لا يمكن بناء مجتمع في أي دولة في العالم إلا بوجود امرأة. تمام. ولا يمكن كمان بالعكس. أكيد. منلاحظ الحقوق، بس بدي نوه شو هي الحقوق مع أمثلة بسيطة بسرعة. عنا حقوق اقتصادية، عنا حقوق مدنية، عنا حقوق سياسية، عنا اجتماعية ثقافية. الحقوق الاقتصادية حق التملك، يمكن المرأة تملك. كمان في الفرصة والتكافؤ بالأجر بالقطاع العام. الحقوق المدنية، المواطنة أو المساواة في المواطنة. شو يعني المساواة في المواطنة؟ دائما بنشوف الشارع السوري بعض النساء بيقولوا أنا ما لي حق، ما عندي حقوق أنا بهالبلد، ما بقدر أخذ حقوقي. طبعا هذا الشيء في لغط لغوي ولغط قانوني ولغط توعوي. شو يعني ما بقدر أخذ حقوقي؟ شو هي الحقوق اللي المرأة السورية ما عم تقدر تأخذها؟ تمام. هلا بس لنوه على فكرة. أوكي. الدستور السوري قال كمان بالمادة 33، قال المواطنون متساوون جميعا بالحقوق والواجبات لا تمييز بينهم إن كان بالأصل والدين واللغة أو العقيدة. رح نكمل هذا المثال أنه أنا ما عم بأخذ حقي. المرأة السورية ما بدنا نعمم تفتقر إلى الأسلوب التوعوي. دائما نحن في عنا حالات نفتقد فيها التعليم، هي بسبب الفقر، بسبب المعيشة، بسبب الزواج المبكر. لاحظنا بالآونة الأخيرة المشرع السوري حد من الزواج المبكر، رفع سن الأهلية للزواج، اقتصر سن الزواج بالنسبة للسلطة التقديرية بشرط مقيد بالنسبة للقاضي الشرعي. فهذا الموضوع شوي حد منه. لا، دائما في حقوق، مثل ما هناك حقوق للرجل في حقوق للمرأة، ولكن نحن في خجل بالعنصر الأنثوي كونه نحن بمجتمع شرعي. ولكن الدستور كان كفيل تام
بين مساواة بين الرجل والمرأة. أوكي. تمام، معناتها يعني الحقوق إذا نحن بنسميها هي الحقوق موجودة، والقانون السوري ضامن للمرأة حقوقها. يمكن الجزء الناقص أو الحلقة الناقصة هون إنه المرأة ما بتعرف واجباتها وما بتعرف حقوقها. بكل بساطة هي بتقول لك أنا هلا، عفوا يعني هيك بدنا نحكي شوي بشكل عام، أنا إذا هلا طلقت أنا رح أتبهدل، أنا إذا طلقت رح أنرمى بالشارع أنا وولادي. في كتير نساء بيفكروا بهي الطريقة وهن بيخافوا إنه أنا القانون يمكن مو ضامن لي حقوقي، مو قدرانة أنا يمكن عيل حالي وعيل ولادي. خلينا نبلش نحكي يمكن خطوة خطوة لحتى نحن نعرف المرأة بالعمل اليوم القانون السوري كيف ضامن لها حقها. تمام، هلأ المرأة بالعمل كيف القانون السوري ضامن لها حقها؟ كمان نرجع لموضوع الدستور السوري. الدستور السوري هو كفل للمرأة العاملة كافة حقوقها وحتى أعطاها المجال. يعني هلأ إذا بنشوف قوانين العمل السورية، إن كان قانون رقم 17 لعام 2010 أو قانون العاملين الأساسي، ساوى بين الرجل والأمرأة بالقطاع العام وبالقطاع الخاص. يعني حتى المرأة السورية في لها حقوق خاصة. يعني هلأ اليوم أنا ما بدي أقول إنه في حقوق خاصة يقولوا الأستاذ عم بيحكي، لا، في عندها حقوق خاصة. يعني فينا نقول هيك، يعني مثل مثلاً ما بعرف إذا بصحح لنا معلوماتنا، الأمومة، الحضانة، القصص الثانية، النفقة مثلاً، كمان لو رحنا للمواضيع الشرعية تكون العبء المادي على الرجل وليس على المرأة. يمكن اليوم في بعض الناس اللي عم يتابعونا إن كان داخل سوريا أو خارج سوريا يستغربوا إنه معقول نحن عم نحكي بقصص تمييز جندري قائم على الجنس بين ذكر وأنثى. يعني هذا كمان ما بعرف إذا صار فينا نطالب بحقوق الرجل اليوم بموضوع القانون السوري. وصلنا لمرحلة إنه فعلا المرأة السورية هي نائبة رئيس جمهورية بالجمهورية العربية السورية، هي مستشارة أولى، هي تمثل سوريا بمحافل دولية. عم نحكي عن الشق السياسي. اقتصاديا هي سيدة أعمال رائدة، تقيم مشاريع خاصة ومتفردة، الرجل عم يشتغل عندها ببعض الأحيان. فأنا ما بعرف ليش لسا في نظرة ببعض، خليني أقول، المناطق إنه المرأة السورية غير منصفة بالحقوق. ولكن يقال إنه مثلاً المرأة السورية لا تعطي الجنسية لأولادها، هذا حق من الحقوق مثلاً. يقال إنه المرأة السورية اليوم مثل ما قالت رنا بالطلاق والزواج يمكن شوي غير منصفة برؤية رجال قانون، برؤية رجال قانون كتار. طيب إذا حبينا نحن نقول شو مطلوب من المرأة السورية لتعرف حقوقها وواجباتها؟ تمام، هلأ بس نقول ما أنك حكيت عن المرأة السورية كانت رئيس مجلس الوزراء، في عنا أول شخصية من تاريخ تأسيس الجمهورية السورية هي السيدة نازك العابد. 73 هي كانت استلمت منصب. كمان في عنا موضوع، إذا بدنا نحكي عن موضوع المشرع، هل هو في حالة سبات أم بحاجة إلى حركشة مثل ما بيقولوا؟ الدستور السوري واضح، أعطى مساواة بين الرجل والمرأة. في عالم بتقول ليش ما أعطت، ليش المرأة السورية ما بتمنح أولاد الجنسية السورية؟ بصراحة المادة القانون الجنسية كانت واضحة، يعتبر عربيا حكما كل أب، يعني صارت الولادة إن كانت داخل القطر أو خارجها بس بشرط من أب عربي سوري، فهذا كفيل إنه الإمرأة السورية ما تعطي جنسية. بصراحة هون بيعارض الدستور هذا الشيء، المفروض يكون في مبدأ المساواة. يعني مثل ما اليوم الأب عم بيعطي الجنسية السورية لأولاده، الأم كمان المفروض يكون المشرع السوري واعي لهي النقطة. هي من أحد النقاط الهامة والركيزة الأساسية يلي لهلا في جدل عليها. الموضوع الطلاق والزواج، أنا برأيي في إنصاف للمرأة بالقانون الأحوال الشخصية مؤخرا يلي صار، ولكن هو بحاجة بنرجع نقول للتوعية القانونية. تمام. المرأة دائما بتفتخر لشيء، دائما بتكون هي يعني حسب المجتمع الشرقي مجهولة بأعمال المنزل وتربية الأطفال و إلى آخره، فشوي بعيدة كل البعد عن التوعية القانونية. بالنسبة للحقوق والواجبات، خلينا نبلش من حقوق الزوجة، ما بدنا نقول من واجباتها. حقوقها خلينا نقول أنا بصنفهم كحق، حقين، يعني حق مالي وحق غير مالي. حق المالي اللي هو مثل ما تفضلنا بداية الحديث عن المهر، عن النفقة، عن السكن، هدول حقوق بديهية. الحق غير المالي، يعني عم نلاحظ بالآونة الأخيرة كون نحن سوريا توقعت على اتفاقيات مكافحة التمييز ضد المرأة، الرجل يعني نتيجة التطور اللي احنا عم تشهده سوريا خلال العشرين سنة الأخرانيات، الزوج يجب أن يعامل زوجه، يجب أنا عم بقول يعامل زوجته معاملة حسنة. الزوجة بحق لها تمارس حق تعليمها، الزوجة بحق لها تقوم بأعمال، على فكرة الزوجة حتى بالشرع لا تجبر على أعمال المنزل،
يعني اليوم الزوجة طبعاً لا تجبر على عمل المنزل، يحق لها اصلا بالشرع الاسلامي تشترط انه يكون في خادمة تمام اذا بدها تمام. اذا هي انا مالي ما بتقول له انا مالي مجبورة حتى قوم بواجبات المنزل مثل ما تفضل الاستاذ تمام. يعني هدول من احد فيني اسمه الواجبات بيناتهم ولا صعب؟ تمام اكيد فينهم اكيد، لانه نحن هلا بنقول يعني نحن معنا غريبين اليوم، هي نحن بلدنا ومجتمعنا وبيتنا طبعاً. وبرجع بقول انا اذا يعني استاذ ورد بنشوفه عم بيتطور فهو عم بيطور اسره، والاسره عم تطور مجتمع، فعم نتخيل اذا كم صحيح. اسره في عم تطور هي المجتمع لحتى ننهض. علما نحن هلا الازمه اللي عم يعني الحرب الاقتصاديه والحرب الكونيه والازمه اللي عم نحس فيها كفرد بمجتمع عم بحس فيها، فكيف كاسره فنحن اليوم بحاجه عن جد لانه نوقف مع بعض لحتى نطور حالنا. صحيح. يعني مثل ما قلنا يمكن مشكلتنا الاساسيه هي مشكلات اجتماعيه اكثر ما تكون مشكلات قانونيه او تقصير قانوني اذا بدنا نقولها هيك. يعني متشكرة كثير انه يمكنك توضحت الصوره اكثر. اكيد يمكن واجب كل اسره انه هي تعرف حقوقها وواجباتها بهذا المجتمع، ان كان رجل او امراه يمكن الاثنين يعرفوا واجباتهم وحقوقهم تجاه بعض. اتشكر كثير استاذ جهاد على وجودك معنا. شكرا كثير لوجودك معنا.